إن هذه الدفعة الجديدة ليست هي الأولى كما تعرفون من المساعدات التي تأتي عقب عدة دفعات سبق للجزائر تقديمها للشعب الليبي، ليست إلا رمزا للود الذي يكنه الشعب الجزائري الشقيق لشقيقه الشعب الليبي، وهي في نفس الآن تعبيرا عن التزامنا، التزام الدولة الجزائرية أقول، وتضامنها مع الشعب الليبي حتى يتجاوز هذه الأزمة التي ألمت به وألمت بنا كذلك بقراره السيد للحل الليبي، بقرار السيد وبتوافق كل مكوناته بعيدا عن كل تدخل أجنبي من أي كان. الحل العسكري ليس اللغة المدفعية هي الحل، نقول أن لغة الحوار التشاور ما بين الليبيين أولا الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر، وسوف إن شاء الله في الأيام القادمة القليلة ستنظرون أن الجزائر ستقوم بالعديد من المبادرات في اتجاه ليبيا في اتجاه الحل السلمي ما بين الليبيين. تفاصيل بالنسبة للمساعدات، فيه أدوية، فيه مواد غذائية، فيه دي جروب إلكتروجين، فيه أفرشة، فيه خيم، فيه فيجانة كاين متاع الغاز، يعني فيها أكثر من 100 طن، وهذه انطلاقة أولى.